إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما من دليل على غنى الله وعظمته وفقر الإنسان وحاجته إلى ربه أعظم من النوم. فالله عز وجل حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بينما العبد مفتقر إلى النوم الذي يزيل إحساسه ويريح بدنه من التعب وعناء النهار. قال الله عز وجل ممتناً على عباده: وهو الذي جعل لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً، أي جعل النوم راحةً لأبدانكم وانقطاعاً لأعمالكم. والنوم هو انغمار وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، ولذلك رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. وقد اختلف الناس أيهما أفضل، اليقظة أم النوم؟ فأما النوم الكثير فهو مذموم في الشرع، لأنه يورث البلادة والكسل وضعف العقل وغفلة القلب وقسوته. والنوم الكثير سبب في تضييع العمر في غير فائدة، وبالمقابل فإن إدمان السهر ومدافعة النوم مضر بالبدن وسبب في سوء المزاج وانحراف السلوك والنفس. والخلاصة أن من كان في يقظته وسهره ذاكراً لله، منبعثاً للعبادة وطلب العلم، منشغلاً بتحصيل ما فيه نفعه ونفع أهله، فهذا يقظته خير من نومه. وإن نام لأجل أن يذهب عنه التعب والكسل والسآمة، ثم يعود إلى عبادته وذكره لربه وطلبه للعلم وتحصيله للحلال من الرزق وهو في غاية النشاط
وصفاء الذهن، فنوم هذا عبادة أيضا. واعلموا عباد الله أن للنوم آدابا وسننا سنها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي على المحب له عليه الصلاة والسلام أن يستحضرها وأن يفعلها قبل نومه وأثناءه وبعده. فمن ذلك أنه يستحب للمسلم أن ينام على طهارة ووضوء، ويتأكد هذا الأمر إن أوى إلى فراشه جنباً قبل أن يغتسل. وقل أن تجد في المسلمين من إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، على الرغم من أنه لا يوجد أحد منا إلا ولديه حاجة وحاجات عند ربه، يريد أن يقضي عنه دينه، أن يشفي مريضه، أن يهدي ضاله من أولاد وذرية، أن ييسر له حياته وأن ييسر له مماته. ما من أحد إلا ولديه دعوة أو دعوات. فإن أردت أن يستجيب الله دعاءك فاستمع إلى هذا الحديث. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أوى إلى فراشه طاهراً، أي على وضوء، لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه. إذن إن أردت أن تقضى حاجتك فابدأ من الليلة، لا تذهب وتأوي إلى فراشك إلا على وضوء. فإن انقلبت واستيقظت في جوف الليل فاسأل الله عز وجل من فضله فهو يعطيك إياه. ويسن لمن أوى إلى فراشه أن ينفضه بطرف إزاره، بطرف ثوبه، ينفض هذا الإزار، هذا ينفض الفراش قبل أن ينام عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره، أي بطرف ثوبه، 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم مبيناً ما يقوله المسلم عند نومه وعند استيقاظه، قال: وإذا اضطجع فليقل: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي، يعني إن قبضت روحي ومت، فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ومن السنة أن المسلم إذا أراد النوم أن يضطجع على جنبه الأيمن، ولا بأس في أن يضطجع على جنبه الأيسر، أو أن يستلقي على ظهره، وهنالك خلاف بين أهل العلم في حكم الاضطجاع على البطن، فمن صحح الحديث رأى أنه محرم، ومن ضعف الأحاديث رأى أن الاضطجاع على البطن لا شيء فيه. وهذا هو اختيار الإمام البخاري رحمه الله الذي قال: لا يصح في هذا الباب حديث. فالسنة من أراد الأجر أن يضطجع على جنبه الأيمن، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت ليلتك أو فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. عباد الله، إن الأذكار النبوية قبل النوم وأثناء النوم وبعد الاستيقاظ من النوم كثيرة جدا، ذكرها العلماء
في كتبهم ومصنفاتهم ككتاب الكلم الطيب، وكتاب الوابل الصيب، وكتاب الأذكار وغيرها. ونحن لو تأملنا هذه الأذكار لوجدنا أنها تربط المسلم بربه برباط وثيق، وتحصنه من مكائد الشيطان، وتجعل قلبه معلقا بربه. فبالله عليكم، من كانت تلك حاله عند نومه يدعو ربه دعاء الخائف الضرير الفقير، يدعو دعاء من لا يدري أيرسل الله روحه أم يمسكها، فكيف الظن به حال يقظته؟ هل يمكن لمن يدعو بهذه الأدعية أن يستيقظ فيظلم الناس أو يأكل حقوقهم أو يقبل الرشوة أو يدفعها أو يقبل أن يقترض أو يقرض الناس بالربا؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره، بخلاف المسلمين في أيامنا هذه. كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها. يقرأ عليه الصلاة والسلام الأذكار قبل نومه، ويأمر أهله وخاصة أهله منهم، ويأمر أصحابه بتلك الأذكار. فكان يحافظ على قراءة آية الكرسي ويأمر بها قبل النوم، وكان يأمر بقراءة آخر آيتين من سورة البقرة، وكان يجمع كفيه وينفث فيهما، ثم يقرأ بعد النفث سورة الإخلاص والمعوذتين، ويمسح على جسده 3 مرات. كان يحافظ على قراءة سورة السجدة وسورة الملك تبارك الذي بيده الملك وسورة الكافرين قبل النوم، وربما قرأ سورة الزمر وسورة الإسراء. وأرشد ابنته وعلياً رضي الله عنهما أن يقول عند النوم سبحان الله والحمد لله 33، والله أكبر 34، وأخبرهما أنها أفضل وخير لهما من الخادم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حافظ على هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله 33، والله أكبر 34 قبل النوم، لم يأخذه تعب فيما يعانيه من شغل ونحوه أثناء النهار. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، لم يكن النوم لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم انقطاعًا كاملًا عن الحياة، لم يكن النوم هروباً من المشاكل أو تنصلاً عن المسؤوليات، إذ هو الذي خاطبه ربي بقوله قم الليل إلا قليلاً. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع النوم كعبادة من العبادات، تحقيقاً لقوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمسلم الحق يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة. المسلم يتحرى إظهار عبوديته لربه في جميع أمور حياته،
مصداقا لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل قمنا حقا بعبادة ربنا كما أمر؟ أين عبودية الله عز وجل عند أولئك الذين يريدون نشر الفاحشة باسم الفن بين المسلمين، يريدون نشر الفاحشة من خلال الأفلام والمسلسلات الفاضحة والإعلانات التجارية العارية والحفلات الغنائية التي غزت بيوت المسلمين من خلال قنواتهم وإعلامهم الفاسد، حتى كادت الغيرة أن تضمحل من قلوب الرجال بعد أن زال الحياء من الوجوه. أين عبودية الله عز وجل في تعاملاتهم المحرمة وفي تطبيعهم للربا بين المسلمين الذين يكرهون ويبغضون أن يحاربوا الله ورسوله؟ يريدون تطبيع الربا في تعاملاتهم والاقتراض من البنوك حتى يدخل الربا البيوت كما دخلت تلك المسلسلات والأفلام من قبل. أين عبودية الله عز وجل عندما نقصي دين الله تعالى عن السياسة وعن الاقتصاد وعن الرياضة وعن الإعلام وعن جميع مناحي الحياة؟ عباد الله، إن المنافقين يريدون إبعادنا عن شرع ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بعلمانيتهم وليبراليتهم، ولا يثبت على شرع الله ولا يثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من ثبته الله بالحق. اللهم ثبتنا يا رب العالمين. يخبرنا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع نائم على حصير له، يقول عمر: فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، يعني هل يصلح هذا؟ كفار مشركون ينامون في غرف النوم التي تبلغ بالملايين ومئات الملايين، بينما أنت الصفوة وأنت المصطفى المختار تنام على حصير يعلم ويؤثر على جنبك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمة تكتب بماء الذهب لكن لا يبصرها ولا يفهمها ولا يعيها إلا من كان في قلبه إيمان وإحسان. قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فاتقوا الله عباد الله، وفروا إلى ربكم وعودوا إليه يغفر لكم ذنوبكم ويعمر بالإيمان قلوبكم وينصركم على عدوه وعدوكم. توبوا إلى بارئكم واتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليها، سلوا الله أن يحييكم وأن يميتكم، فما الفلاح والفوز إلا في تتبع خطواته والاهتداء بهديه وسنته صلى الله عليه وآله وسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة المطهرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم اجعلنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين من المتبعين لسنة نبيك، من الذين ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنك ولي الصالحين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.